الصيدلة في أوقات الأزمات هو الشعار الذي اختاره الصالون الدولي للصيدلة في طبعته لهذا العام، طبعة تعرف مشاركة ما يفوق 120 عارضاً من مهنيي قطاع الصناعة الصيدلانية، إذ يمنح فرصة للنقاش حول وضع القطاع في ظل الأزمة الصحية العالمية. هذا العام الصالون منظم في إطار خاص، في إطار صحي خاص، لذلك نحب نفكر باللي كل احتياطات مأخوذة في إطار بروتوكولات صحية. عندنا أكثر من 120 عارض هذا العام من مخابر صيدلانية، أكثرهم مخابر صيدلانية وطنية، 25 من مخابر صيدلانية وطنية. نقص الأدوية في الأسواق مع بداية الأزمة الصحية جعل المستوردين يدقون ناقوس الخطر لنفاذ المخزون، أمر دفع بعجلة الصناعة الصيدلانية في الجزائر لسد جزء من حاجية السوق، ما منح فرصة لبروز الكفاءات الوطنية. C'est vrai que à partir du début de la pandémie, on a eu un impact négatif d'un côté par rapport à la coupure de contact avec nos fournisseurs, mais ce côté négatif a donné une naissance à un côté positif, qui est là, on a découvert un petit peu la compétence on était obligé de mettre en œuvre la compétence de nos ingénieurs. On n'avait pas d'autre choix. Alhamdulillah, ça nous a vraiment montré que nous avons eu des jeunes qui sont à la hauteur. كان هذا في يعني في أوج الأزمة، واستمرت سيانتكس في تطوير إنتاجها وإمكانياتها التصنيعية، والآن يعني وصلت في مجال الأقنعة فقط لتصنيع 6 ملايين كمامة في اليوم. هذه المنتوجات كانت تستورد في السابق من الصين وكله، الآن ممكن شركتنا تصنع جميع وسائل الحماية ضد الكوفيد محليا. الطبعة 15 من صالون سيفال ستعرف برنامجا غنيا يشمل ورشات وفضاءات للحوار بين مهنيي الصحة والصيدلة تدوم إلى غاية العاشر من الشهر الجاري.